Assalamu alaikum everybody, and welcome to our lesson, which is present perfect versus past simple. اليوم يا تاسع بدنا نركز على الفروقات بين past simple و present perfect. الفرق الأول, past simple expresses finished time, يعني الماضي البسيط بيدل على الأفعال اللي انتهت في الماضي, أفعال منتهية بشكل كامل في الماضي. Example, we lived in Japan from 1995 to 1998. هون إحنا عشنا في اليابان فترة في الماضي وانتهى هذا الفعل في الماضي. أما the present perfect describes unfinished time. من استخدامات الـ present perfect إنه نحكي عن الفعل اللي استمر في المضارع أو كان حدوثه قريب جدا من المضارع, انتهى بفترة قريبة جدا من المضارع. Example, I've worked, يعني I have worked as a teacher since 2012. هون أنا اشتغلت كمعلمة من سنة منذ سنة 2011, ومستمر لساته هذا الفعل, إشي حدث في الماضي واستمر للمضارع. هاي من استخدامات الـ present perfect, وسنس هي طبعا keyword زي ما بتعرفوا للـ present perfect. النقطة الثانية, past simple refers to definite time, يعني الـ past simple بهمنا فيه نعرف الوقت المحدد. الـ past simple يساوي وقت محدد. Example, I saw the evil tower in 2007. هون في عنا وقت محدد, أنا شفت برج ايفل في هاي السنة في وقت محدد. أما الـ present perfect بتهمني التجربة نفسها, ما بهمني زمنها, وما يعني ما بنركز على الوقت المحدد. فال present perfect refers to indefinite time, يعني وقت غير محدد. Example, I have seen the evil tower, يعني أنا شفت برج evil, بهمني إنه أنا خدت هاي التجربة, ما بهمني متى كان هذا الموضوع. النقطة الثالثة, past simple indicates series of finished actions. من استخدامات الباست سيمبل إني أحكي على عن سلسلة من الأحداث اللي حدثت في الماضي, يعني أكثر من فعل, سلسلة من الأفعال. Example, first he read the book, لاحظوا هون read طبعا verb 2, and then he watched the movie, وبعد هيك هو حضر الموفي. لاحظوا هون استخدمنا then عشان نبين انه في عنا سلسلة من الأفعال. Present perfect expresses experience or result. الـ present perfect زي ما حكينا بهمنا التجربة أو النتيجة لهذا الفعل وتأثيرها كمان طبعا على الـ present, على الزمن المضارع. Example, she has already watched this movie 3 times. طبعا وكمان انه كم مرة بيصير هذا الفعل اشي بيهمنا بالـ present perfect, 3 times يعني 3 مرات. هون عنا يا تاسع page 84 in your student's book, في عنا الـ exercise number 1, correct the verb using present perfect or past simple. بدنا نقرأ هاي الفقرة ونختار present perfect or past simple حسب الـ keywords اللي عنا, حسب المعنى اللي عنا حنختار من الـ two tenses اللي عنا. Rafa Nadal was born. طبعا لما أحكي عن حدا إنه انولد في سنة معينة, واضح التاريخ محدد, هذا فعل انتهى في الماضي, فعلى طول هستخدم was اللي هي الverb to be بزمن الماضي للمفرد. Was born in Monaco in 1986. He has won 4 French Open titles and an Olympic gold medal. ليش استخدمنا has won؟ لأنه مبدئيا ما في تاريخ محدد,
وتاني إشي إنه لما نحكي عن حدا إنه ربح جائزة أو كتب رواية مثلا، وفي احتمالية إنه يرجع في الزمن المضارع يربح كمان، فهيك إحنا بنستخدم الـ present perfect. هاي من استخدامات الـ present perfect لما الشخص يربح إشي أو يكتب إشي أو يقوم بعمل معين، وفي إمكانية يتكرر هذا الفعل في الزمن المضارع، فبنستخدم الـ present perfect. In 2008، هلا لاحظوا في عنا زمن محدد في الماضي، فهنستخدم إيش؟ الـ past simple. Nadal became the second Spanish man to win Wimbledon. هو الثاني شخص، أصبح ثاني شخص يربح هاي الجائزة. Since 2004، لاحظوا هون في عنا keyword الـ present perfect اللي هي since هي keyword. Nadal has been has مع تصريف الثالث لبي a strong competitor to Roger Federer. They have played، برضو استخدمنا have played لأنهم هم لعبوا ضد بعض، وفي احتمالية برضو يرجعوا يلعبوا ضد بعض، ممكن الفعل يتكرر في المضارع. They have played against each other in 7 Grand Slam finals. Nadal won 5 of them. هلا هون لما احكي عن اشي حدث بالماضي هو ربح 5، هون في اشي محدد بعدين انه هو ربح 5 مباريات منهم، فهون في بنحكي عن حدث معين انتهى في الماضي، فاستخدمنا past simple. Nadal has ranked number 2 in the world behind Federer. كان مركزه الثاني بعد Federer for a record of 160 weeks. هون استخدمنا has ranked لأنه في عنا الكيورد اللي هي for. Keyword the present perfect. He has been the first in the rank for 46 weeks. برضو هون بما انه في عنا 4 استخدمنا has been اللي هي the present perfect tense. Nadal has won the Davis Cup with the Spanish team 4 times so far. 4 times بتدل على the present perfect اللي هي عدد المرات اللي تم فيها حدوث هذا الفعل، وكمان so far يعني لحد الآن، يعني بمعنى إنه ممكن يتكرر هذا الحدث بالمستقبل، فكمان بتدل على the present perfect. They won the trophy in 2004، بما إنه في عنا زمن محدد 2004 فاستخدمنا the past simple. And 2008، although he didn't play in the final due to a knee injury. برضو بنحكي عن حدث صار بالماضي وانتهى بالماضي، فاستخدمنا didn't play اللي هي past simple. Question number 2. Complete the following sentences about Nadal and correct the verbs using the present perfect or past simple. He began playing tennis when he was 5. هلا احنا بنحكي عن اشي محدد، متى بدأ بلعب كرة التنس، وبرضو في عنا keyword اللي هي when، فهون استخدمنا past simple، استخدمنا التصريف الثاني للفعل في زمن الماضي البسيط. In 2002، برضو نفس الشيء، في عنا زمن محدد. He won his first ATP match in Majorca at the age of 15. He has played with his left hand although he is right-handed. هون احنا بنحكي بدون زمن محدد، بشكل عام بنحكي انه كان يلعب بايده الشمال مع انه هو يعني يستعمل ايده اليمين، فهون ما في زمن محدد
وهذا الإشي طبعا حيستمر، حيضل يلعب بإيده الشمال، فعشان هيك استخدمنا ال present perfect. He has created the foundation Rafa Nadal, which promotes sports as an integration tool for those who need it the most, such as the handicapped, immigrants, and socially excluded people. هلا هون هو أنشأ مؤسسة ليدعم الرياضة ويدعم الناس اللي بتلعب رياضة، وخصوصا ناس معينين، بما انه في له تأثير، المؤسسة لها تأثير على المضارع، فإحنا العمل اللي عمله هذا له تأثير، وهون بالجملة وضحوا لنا أهميتها، فحنستخدم الـ present perfect اللي هي has مع التصريف الثالث لـ create. Question 3. Choose the right word to complete the sentences. This house needs a cleaning. We haven't cleaned it for months. بما انه في عندنا مدة زمنية حنستخدم معها for. المدة الزمنية بنستخدم معها for، المدة اللي ما بنعرف بدايتها. 2. For me, learning Chinese is just not possible. I've studied it for 2 years. لمدة سنتين. For 2 years. And I still can't have a sensible conversation. Number 3. Jim and Kevin first met 10 years ago. هنا عندنا الجملة past simple. شايفين الفعل عندنا met verb 2. فاستخدمنا ago عشان تدل على past simple. 4. Where were you? I've been waiting for 2 hours. برضو مدة زمنية 2 hours. ما بنعرف بدايتها. فحنستخدم 4. 5. I don't see my family very often. I haven't seen them since Christmas. هنا بداية الفعل اللي هو أنا ما شفت عيلتي منذ كريسماس، عيد الكريسماس. ففي عنا بداية الفعل معروفة، وطبعا لحد الآن مستمر إنه أنا ما شفتهم، فحنستخدم since. 6. Lois has been learning Greek since she was 15. منذ أن كان عمرها 15 سنة، فإحنا نعرف بداية الفعل. 7. Helen has lived in London since or for or ago. طبعا for a long time، لمدة طويلة، إحنا ما بنعرف بداية هاي المدة، فحنستخدم for. But she has been staying in Madrid since last summer. هون last summer الصيف الماضي، فإحنا بنعرف بداية الفعل، فحنستخدم since. 8. My parents have had the same car for ages. لزمن طويل، ages بمعنى لمدة طويلة، لزمن طويل، فللمدة بنستخدم for. They bought it at least 15 years ago. Past simple هون الجزء الثاني من الجملة. Bought verb 2 معناها هون في عنا past simple حنستخدم معه ago. 9. Fred has been phoning his boss since lunchtime. منذ وقت الغداء، ففي عنا بداية الفعل معروفة. But he can't get through. 10. I'm fed up with this rain. It hasn't stopped for hours. يعني لمدة ساعات ما توقف هذا المطر.